لكن في كل الاحوال احنا في هذا التوقيت، دي معلومه انا ما كنتش عايز اتكلم فيها بس اضطررت اني اتكلم فيها، احنا في حاله حرب على الغاز مع تركيا، في حاله حرب مع الغاز، حول الغاز، حول ابار الغاز، حول حقول الغاز مع تركيا. الغاز زي ما قلت لا يمكن تخزينه، بالتالي لازم يتم استخراجه واستهلاكه مباشرة. عندي تنافس ما بين مصر وإسرائيل وتركيا، وعندي أنا توأمت وتفاعلت واتفقت مع قبرص واليونان وانتوا عارفين القصة، لكن مصر بتدور على مصلحة مصر، الإدارة المصرية فقط تنظر إلى مصلحة الدولة المصرية.